ممثل الائتلاف المعارضة الكويتية الأستاذ زايد الزيد فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما قال كلمة أخونا مسلم البراق ضمير الأمة، قلت إذا سجن مسلم فسجنه كله خير، واليوم بين موالي الخير، بينت موالي الخير في هذا الجمع الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زايد حربي دهام غريم الزيد، مواطن كويتي أفتخر بما قاله ضمير الأمة في كلمته، وأعتقد أنها تمثل كل كويتي حر، لذلك سأتلوها وتحمل تبعاتها ومسؤولياتها. باسم الأمة عندي خطاب يا صاحب السمو، لا خير فينا إن لم نقولها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. اليوم يا صاحب السمو الكويت تمر بأسوأ مراحلها، ولا عندنا اليوم مجال لرفاهية المجاملة. يا صاحب السمو لن نسمح لك باسم الأمة والشعب أن تمارس الحكم الفردي. يا صاحب السمو إن بعض مستشارينك لهم مصالح تجارية، وبعضهم في قلوبهم حقد دفين على الشعب والديمقراطية، فلا تجعل سلطاتك وأنت أميرا ممرا لمصالحهم وأحقادهم. يا صاحب السمو اختارك مجلس الأمة وعينك أميرا، ولم يعينك أبوك وليا للعهد، ولم يعينك أخوك وليا للعهد، اختارك الشعب راضيا أميرا للبلاد، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا صاحب السمو التاريخ يسجل، فماذا تريد أن يكتب التاريخ في صفحتك؟ هل تريد أن يكتب في عهد الشيخ صباح الأحمد تم سجن أصحاب الرأي؟ هل تريد أن يكتب في عهد الشيخ صباح الأحمد أن الناس تضرب بالمطاعات؟ هل تريد في عهد الشيخ صباح الأحمد أن يكتب أن الكويت نغبت أموالها؟ هل تريد أن يكتب التاريخ في عهد صباح الأحمد تم انتهاك حقوق الشعب وتغويض الدستور؟ يا صاحب السمو أنت عقب ما استلمت الإمارة رفعت مخصصاتك من 8 مليون دينار إلى 50 مليون دينار، ما قلنا شيء تقديرا لك. فاحفظ يا سمو الأمير هذا التقدير ليس لنا وإنما للأمة. يا صاحب السمو تعرف شنو مشكلتك طال عمرك؟ إنك للحين تعتقد إنك رئيس الوزراء وهذه مشكلتك. وأوجه كلمة قصيرة للأسرة الحاكمة، الدستور الكويتي 183 مادة، الشعب الكويتي يحترم هذه المواد جميعا، وأنتم تتمسكون فقط بالمادة الرابعة التي تحفظ لكم حكمكم والدستور بطن 182 مادة للأسف الشديد.